جالي في الايام الاخيره ديت سيان هنا على منصه يوتيوب او حتى على منصه تانية ان في ناس كتيره بتشتكي من موضوع ان الاشاره بتكون ضعيفه بالذات على الفيرجنات الجديده للراوترات وي سيان اللي هي هواوي او اللي هو الزد تي اي اللي هو الفيرجن اللي اقل منه على طول. فالنهارده ان شاء الله هنعرض مع بعض الحل وازاي ان احنا نتغلب على المشكله ديت ونقدر نقوي اشاره الواي فاي الخاصه بينا. ولكن انا بس حابب كده اوضح جزئية قبل ما حضرتك تجري بالفيديو. عايز اقولك ان انا هقولك كلام مهم بيه انت هتحسن بيه جودة الاشارة بالتكنيك اللي احنا هنعمله من جوه الراوتر بعد شوية. فاتمنى ان انت تسمع الجزء ده كويس بحيث ان انت يبقى الموضوع بالنسبة لك متكامل. رقم واحد، طبعا انا قصدي على الراوترات اللي هي الجديدة اللي هي لسه نازلة جديد. الراوتر دوت مهم جدا ان انت تختار مكانه الصحيح. يعني ايه مكانه الصحيح؟ يعني حضرتك ما تجيش مثلا تجيب الراوتر دوت تروح حاطه في اوضه اربع حيطان في الشقه بتاعتك وتيجي انت تقعد في اخر الشقه وعايز تبقى الكواليتي بتاعت الاشاره معاك تكون ممتازه. الكلام ده غلط. انت حتى لو انت بتركب دش حتى وجيت وقفت قصاده فبتلاقي الاشاره نفسها قطعت معاك. فالحل في الموضوع دوت رقم واحد ان انت تختار الوضعيه الصح للراوتر. يعني انسب مكان من وجهه نظري ان انت تحط فيه الراوتر بتاعك يكون في نص الشقه بتاعتك بالظبط، في نص الشقه، فبالتالي الاشاره هتتوزع وهتبقى معاك تعمل كونكت من اي مكان فيها. وانا مش هبالغ لو قلت لك ان انا يمكن ساكن في الدور الخامس وبنزل للدور الارضي، الراوتر دوت بيجيب معايا اشاره وزي الفل. لو انا قاعد تحت شويه بشتغل على النت مفيش اي مشكله معايا. دي اول حاجة في تحسين شبكة الواي فاي او اشارة الواي فاي. تاني حاجة نعملها مع بعض، ما تحاولش ان انت تخلي الراوتر يكون مصدوم بحيطة. يعني ما تجيش مثلا تحط الراوتر في وضعية يكون قصاده حيطة على طول، لأ. يعني حاول ان انت تخلي الراوتر في مكان يكون حوالين منه مساحة فاضية. يعني مش شرط طبعا ان انت تفرغ له مكان كامل، ولكن على الاقل يكون في حوالين منه مساحة فاضية، على الاقل مثلا متر بالكتير او نص متر لو انت الموضوع هيبقى بالنسبة لك صعب. لكن بس المهم ان انت تخلي فيه سايز كده، في اريا حوالين منه تكون فاضية. ده تكنيك مهم جدا بالنسبة للراوترات عموما او اي راوتر ايا كان. ده تكنيك مهم، حاول تخلي الراوتر في وضعية كويسة في الشقة اللي انت فيها، وما تحطش، يعني حاول تتلاشى اي حواجز تكون قدام منه بحيث ان هو يبدأ يوزع معاك الاشارة بشكل جيد وما فيهاش اي مشكلة. تاني حاجة هنعملها مع بعض ان احنا، او تالت حاجة عفوا، هنخش دلوقتي على صفحة الراوتر. هوريك بس تكنيك تعمله بحيث ان الموضوع ان شاء الله يبقى معاك جايب تحسين ويبقى الموضوع بشكل جيد معاك وما فيش اي مشكلة. ولكن بتمنى ان انت تدعمني بلايك وسبسكرايب لو حسيت ان انت استفدت من المحتوى اللي انا بقدمه. يلا بينا ندخل على شرح الراوتر من جوه. هوريك بس شوية تكنيك كده بحيث ان انت تقدر ان شاء الله يعني تحسن الموضوع. طبعا كالعادة اول حاجة بنعملها ان احنا بنفتح المتصفح اللي احنا بنستخدمه، ويفضل متصفح جوجل كروم. بكتب اي بي الراوتر اللي هو بيبقى ثابت اللي هو 192.168.1.1، بعد كده بدوس انتر بحيث ان هو بيطلب مني اليوزر نيم والباسورد بتوع الراوتر. طبعا احنا وضحنا ازاي نجيب اليوزر نيم والباسورد بتوع الراوتر، ده في حاله لو انت مش مغيره، يعني هتلاقيه على ظهر الراوتر مباشره. بعد كده بدوس على لوجن بحيث ان هو يدخلني على السوفت بتاع الراوتر. هاجي على كلمه لوكال نتورك ديت من التابس اللي فوق، هضغط عليها. بعد كده بلاقي عندي حاجة اسمها الوي لان او الدبليو لان، هضغط عليها بالشكل دوت. بعد كده بنلاحظ هنا بيطلع لي كده اوبشنز موجودة، وانا بس محتاج اول حاجة تعملها معايا ان انت هتخش على اخر خيار موجود تحت اللي هو اسمه الدبليو لان اس اس اي دي كونفيجريشن. هضغط على السهم دوت بالشكل دوت بحيث ان هو يفتح لي القوائم بتاعته. وهنا نركز مع بعض كده لحظات بسيطة. بص لي هنا لو سمحت كده، لو انت معاك الراوتر اللي انا وريته لك في المقدمة دوت، الراوتر دوت بيدعم اربع شبكات، اتنين منهم خاصين بال 2.4 جيجا هرتز، والاتنين التانيين خاصين بشبكات ال 5G. عايز اقول لك ان انت كده كده وانت بتعمل الاعدادات او الكونفيجريشن الخاصة بالراوتر هم اجباري بينزل معاك الاربع شبكات. فهنا في فرق ان انت تكون فاتح الاربع شبكات، وفي فرق ان انت على يعني تكون فاتح شبكتين. التوزيع هنا لما يبقى على اربعة غير لما يبقى على اتنين، ودي اول حاجة عايزك تركز فيها. الشبكات اللي انت مش بتستخدمها اقفلها من الراوتر، وده اللي احنا هنعمله دلوقتي. انا عندي هنا عشان ما نتوهش كده من بعض، ادي الشبكات اللي هي موجودة عندي SSID
1 و 2 وعندي ال 5 وال 6. اول اتنين زي ما قلنا اللي هم خاصين بال 2 و 4 جيجا هرتز. طيب انا عن نفسي بستخدم اول واحده فانا مفعلها اون، مديها الخيار اون. تاني واحده انا قافلها لان انا مش محتاجها ومش عايزها، فبالتالي هي ملهاش اي لازمه يعني ملهاش قيمه عندك الا اذا انت كنت بتستخدمها وانت اوريدي مش هتستخدمها، فخليها على اوف. نيجي بعد كده على الشبكات التانية اللي هي خاصة بال5G. انا برضو مأكتف واحدة بس ودي بتبقى استخدام شخصي ليا، ونحط تحت يعني خليها كده كلمة فوكال بوينت ان هي استخدام شخصي ليا، لان ال5G بتبقى سريعة في كل حاجة، سريعة في الداونلود وفي الابلود وحتى في البراوزنج. فنركز على التكنيك ده برضو، انا مفعل واحدة وقافل واحدة، فتمشي كده على الستيبس ديت كده زي ما احنا شايفينها، وانا هعمل لك زوم عليها بحيث ان انت تبقى شايفها. طيب ده كده بالنسبه لاول حاجه. نيجي لتاني حاجه، هنطلع فوق شويه بنلاقي الخيار التاني اللي هو اسمه WLAN Global Configuration. هضغط برضو على السهم دوت بحيث ان هو بيطلع لي هنا الاوبشنز بتاعه ال2 و4 جيجا هرتز وال5G اللي هي الخاصه بال5 جيجا هرتز. وهنا نركز مع بعض، هنا الراوتر بيديك تو تشوز الاثنين، الاثنين واربعة والفايف جي. طيب الاثنين واربعة ديت الاعدادات اللي انت هتعملها هنا هتتطبق على الشبكتين اللي هما الاثنين واربعة جيجا هيرتز، والاعدادات برضو اللي انت هتعملها على الفايف جي هتتطبق على الشبكتين اللي هما موجودين عندك اللي هما خمسة جيجا هيرتز. طيب هاجي على اول واحدة هنا، بلاقي هنا عندي كده سيب كل حاجة زي ما هي، ما تلعبش في اي حاجة وسيب المود زي ما هو لانه مش هيخلف معاك قوي، بقدر ما انا عايزك تيجي على كلمة اسمها الباند ويدز اللي هي خاصة بارسال الاشارة. انت هنا هتلاقي عندك اوريدي 20 ميجا هيرتز، هدوس على السهم الصغير دوت وهعدلها من 20 ل 40. وعايزك تلاحظ معايا هنا ان هنا الاشارة تقريبا جايبة 3 شرط، بعد ما هفعل الخيار ده هتلاقي الشرط معاك عاليت. نفس الكلام بعد ما هدوس ابلاي، انا بس كده انا شغال على الشبكه اللي هي الاثنين واربعة جيجا هرتز، تمام. هدوس ابلاي بالشكل دوت كده انا خلصت اول حاجه. لو انت بتشتغل على الشبكه الفايف جي، لو بتشتغل عليها برضو هتيجي عليها من هنا، هدوس على السهم الصغير دوت وبتلاقي عندك هنا الباند ويد، لو جيت فتحتها بتلاقي عندك لحد 80 ميجا هرتز، فاختار اخر حاجة اللي هي 80 ميجا هرتز. وبرضو ديت عايز اوضح فيها حاجة كده مهمة، برضو هدوس ابلاي بالشكل دوت كده انا خلصت الاوبشنز بتاعي من جوه وعليت السيجنال او عليت الاشارة. ولكن عايز اقول لك ملحوظة بس على شبكات الفايف جي، الشبكات الفايف جي انت لما بتيجي تفعلها هي الى وقتنا هذا، عشان انت ما تستغربش، هي الاشارة او السيجنال بتاعتها بطبيعتها ضعيفة، ده لحد وقتنا اللي احنا فيه دوت، ولكن الايام اللي جايه هيبقى فيه تطوير للموضوع دوت. فحاول ان انت تفصل الشبكتين عن بعض لان ده مهم جدا، ما تسميش الاثنين باسم واحد، يعني لو هتخلي ديت حسين يبقى خلي الثانيه حسين اثنين، لو هتخلي الاولى محمد يبقى خليها الثانيه محمد اثنين، بحيث ان الكونكت بتاعك يقدر يميز ما بينهم. لو بنلاحظ هنا انا كان عندي هنا بصوا عليت ادي 1 2 3، كان عندي اشارتين عليت ليه 3 اشارات زي ما احنا بنلاحظ هنا تحت برضو عليت مفيش اي مشكلة. بالشكل دوت الاشارة هتتحسن معاك، مع طبعا الكلام اللي انا قلته لك في البداية لانه مهم جدا، امنع اي حواجز. اتمنى لو انت جريت بالفيديو تسمع الجزء الاولاني. بكده اكون انتهيت من شرح النهاردة، وبتمنى طبعا لو انت حسيت ان انت استفدت من المحتوى تدعمني بلايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس بحيث يوصلك كل جديد. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم.